FM. الكلمة ليك. أنا هذه الحاجة معناها نحب نصرح فيها. من صغرتي معناها مليانة في الرالوي، كنت نحلم بالرسمي باش نلعب في النادي الافريقي. دونك تحب النادي الافريقي؟ المحب للنادي الافريقي. عليه؟ اي. معناها هذاك علاش معناها كنت حاولت الماكسيموم باش نقص من الستريس نتاع لازمني نعاود في الاسبيرونس ومسؤولين تكلم فيه وكل شيء باش نعاود. انا حاولت معناها ان نختصر الوقت ونقصر فيه طلب الوقت باش تنتقل للنادي الافريقي، الفريق اللي تحلم تلعب. عملت بري كونترا في النادي الافريقي ونهيت كل شيء، وقعدت نتمرن مع فريق الامال في الترجي. وصارت لي برشا مشاكل في الفتره هذيك، حتى كنت تعرضت لاصابه صغيره. كانت معناها ما فماش لاوه بيا جمله، ما نكرش اللي معناها الترجي فريق كبير، واللي انا معناها كي معناها في الترجي ما خذيتش فرصتي. معناها ما يلزمنيش توا ننكر الفضل في الترجي، خاطر الترجي تعرف انت حتى كي ما تلعبش فما جا فريق كبير معناها. فما لعبت معاكم يعني فما لعبت ماتشوات، مي انا نحب نلعب الونتير معناها، نقعد نلعب موسم كامل موسمين باش نفرض روحي. مش باش تفرض روحك معناها باش تفك بلاستيك، لا، كي تلعب انت موسمين تبدا معناها لمالي بلاستيك وتبدا في ساقيك ماتشوات. الكلمة ليك.